بنجي الهدى سرنا منه أخذنا الوصايا أوصاني بها ربي لنور دربي هداية أوصاني بها ربي لنور دربي هداية. يا شباب المسلم اسمع نصيحة من أخ صغير بطريق الحق والباطل يا طريق تحب تسير لا تخلي قلبك فارغ لا صلاة ولا تكبير ذكر الله يطمئن قلبك لا تبخل عن التذكير الإسلام أخلاق وتقوى مو بس صلاة وصيام بالقرآن تطهر قلبك وتصد عن هاي الآثام بالقرآن تطهر قلبك وتصد عن هاي الآثام. بنجي الهدى سرنا منه أخذنا الوصايا أوصاني بها ربي لنور دربي هداية بنجي الهدى سرنا منه أخذنا الوصايا أوصاني بها ربي لنور دربي هداية. جاد وصار مكون بدينك لا تتزحزح مهما يصير لا يغرك فكر الإلحاد ويجرك فكر التكفير لا تعصب لا تخلف وانبذ فكر الطائفية عقلك أكبر أني صدق هاي الخدعة التضليلية كن شيعيا كن سنيا لا تتبع شر الأصلاب أعداء الله التيمية منبع تفرقة وإرهاب ابعد نفسك عن الجاهل صاحب أصحاب العقول من عاشر قوما مثلهم مولانا علي يقول أمر بالمعروف وإنهى عن منكر فعل أو قول كن صادق فالصدق كان أفضل صفات الرسول كن صادق فالصدق كان أفضل صفات الرسول. بنجي الهدى سرنا منه أخذنا الوصايا أوصاني بها ربي لنور دربي هداية أوصاني بها ربي لنور دربي هداية. عن حقك لا تتنازل اطلب حق المظلومين واطلب علما ينفع دوما حتى لو كان في الصين الإسلام تحب أخوك وتحب لك كل الصلاح طاعة أمك وأبوك تسهل لك درب النجاح اترك هذا الفكر البائس لا تمشي بدرب الظلام هذا طريق إيمان امشي بي نحو الأمام هذا طريق إيمان امشي بي نحو الأمام. بنجي الهدى سرنا منه أخذنا الوصايا أوصاني بها ربي لنور دربي هداية أوصاني بها ربي لنور دربي هداية. لا تتأخر خطوة وترجع لا تسمح كل حكي الناس مضغوطين بعلمك ذول ولا تنطيهم أي مقياس جاي تسوي صدق تحكي يحشون هواي بلا معنى لا دليل أيد حكي بس لغوة بسببهم ضعنا وعقول محدر وما تفهم لا دليل تحارب أعلم والفتنة اجتاحت أنفسهم مهما تناقش بما يفهم لازم نتوحد كل إحنا ونتصد لهاي الهجمات إيد بإيد بزود الأعلم نرفع للمهد الرايات إيد بإيد بزود الأعلم نرفع للمهد الرايات. بنجي الهدى سرنا منه أخذنا الوصايا أوصاني بها ربي لنور دربي هداية أوصاني بها ربي لنور دربي هداية. والباطل خلي يخرس لا تخلي على الحق يتجرأ سير بنهج المهد وانصر من صديق السوء تبرأ المهدي يريد انصار قدوة ودوما هم المنصورين تلقاهم في وصف الباري حزب الله المفلحين والحربنا وطلع راسه وحرم هذا الراب بكيف اقلوا لبيا حجة تحرم وتحلل شو صارت فيك والحربنا وطلع راسه وحرم هذا الراب بكيف اقلوا لبيا حجة تحرم وتحلل شو صارت فيك. بنجي الهدى سرنا منه أخذنا الوصايا أوصاني بها ربي لنور دربي هداية أوصاني بها ربي لنور دربي هداية. جاهل هو بلا دليل ولا حوزة ولا اجتهاد شلون يعارض فتوى الأعلم ذاك اللي عند الدين الحاد ذولا أعداء الرسول الضالين المضلين القردة على المنابر صعدوا بس ما ندري منين ارجع يا ابن فاطم باكر وبوجه السيوف يرفعون واحتمال ضد المهدي فتوى تشريع يسوون جاهل هو بلا دليل ولا حوزة ولا اجتهاد شلون يعارض فتوى الأعلم ذاك اللي عند الدين الحاد ذولا أعداء الرسول الضالين المضلين القردة على المنابر صعدوا بس ما ندري منين ارجع يا ابن فاطم باكر وبوجه السيوف يرفعون واحتمال ضد المهدي فتوى تشريع يسوون
سبب حزن النبي ذولا اخطر قال من الدجال لبيك يا مهدي صحنا اشبال ونسوه ورجال. سبب حزن النبي ذولا اخطر قال من الدجال لبيك يا مهدي صحنا اشبال ونسوه ورجال. احنا نصارك يا مهدينا نفديك ارواح واموال، احنا نصارك يا مهدينا نفديك ارواح واموال. بينا يجي الهدى سرنا منه اخذنا الوصايا، اوصاني بها ربي لنور دربي هدايا. بينا يجي الهدى سرنا منه اخذنا وصايا، اوصاني بها ربي لنور دربي هدايا هدايا.